باش يجيب لنا 330 مليون دينار، شوف ظل وظل 140 مليون دينار، يلزمنا 240 مليون دينار يلزمنا نجيبوهم. سأل نواب المجلس الوطني التأسيسي وزير المالية الياس الفخفاخ ومحافظ البنك المركزي شادلي العياري بخصوص قرض إنمائي من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 1.57 مليار دولار، قرض تم اللجوء إليه بعد استنفاذ أغلب مصادر التمويل التقليدية من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية، خطوة اعتبرها الكثير من النواب طوق النجاة للوضع الاقتصادي في الفترة الراهنة. أتصور بكل صراحة حتى ولو كانت هذه الحكومة ماركسية لينينية سوف تلتجأ إلى الاقتراض، لأنه شر لابد منه في هذه المرحلة الانتقالية. أما إن شاء الله يكون المفاوضات اللي تصير على القروض تكون مفاوضات جادة باش من تكون بأخف الشروط على تونس. تخوفات عدة أبداها الكثير من النواب بشأن إمكانية تدخل صندوق النقد الدولي في الشأن الداخلي للبلاد، في المقابل قلل آخرون من مشروعية هذه المخاوف. ليس هناك إملاءات، والنظرة التي تقول بأن اليوم الصندوق النقد الدولي هو يمثل الإمبريالي هذه نظرة أكل عليها الدهر وشرب، هذه نظرة الستينات. ضرورة هيكلة المؤسسة المالية قبل الاقتراض ووضع استراتيجيات وخطط تنموية واضحة، مطالب قال البعض إنها ضرورة لتنمية شاملة. اليوم أني أنا نقترض باش نسدد النفقات نتاع التسيير أو باش نغطي معناها صندوق التعويض، فهذه مسألة معناتها يلزمنا نثبتوا فيها مليح أنه هل القرض هذايا يلزمه يمشي في التنمية، يلزمه في التشغيل، يلزمه يمشي ويحقق أهداف ما بعد الثورة. جلسة مساءلة لم تخلو من الشد والجذب، خاصة وأن نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية قد أصروا على إجرائها، ومن المنتظر أن تستمر ليومين لتفضي إلى المصادقة على اتفاقية القرض أو رفضه. أثار قرض صندوق النقد الدولي حفيظة بعض النواب الذين طالبوا بهيكلة المؤسسات قبل الاقتراض، في حين أكد البعض الآخر ضرورته شرط استغلاله في التنمية. هيفاء حامد، قناة المتوسط، من داخل المجلس الوطني التأسيسي، تونس.